بيقولوا كل إنسان إله من اسمه نصيب، فكيف لما بيكون الاسم نفسه عجيب غريب؟ اضحك أمو. في إشي بوجعك مريضة؟ عفاف أنا مش بنت صغيرة. بيقولوا إنها شاطرات بكل إشي إلا الجيزة. موناليزا توظفت بالحكومة. مديرية البحوث والتوزيع اسم الأرشيف. مبروك. أنا أبو سارة مشرف الدائرة. هذا مكتبك. هذا مكتب نايفة. أنتِ ليش ما تشوفي حمدي؟ أنا قهوتي حلوة أوي. لا. ملزق والملون مش رح ارد عليكي. انت مصر عمر الشريف عبد الحليم. دلوقتي الحكايه حاجه تانية. يا رايحه الشغل جاي من الشغل، مش عارفين انك داير على حل شعرك مع المصري. مصري شوفي يا استاذ، عليش بتدور حمدي؟ وينك؟